مرحبا مشاهدينا الأكارم، حلقة جديدة من برنامج لعبة الكراسي. بوفد كبير يتقدمه رجال الاقتصاد والسياسة، يواصل رئيس الوزراء حواراته يواصلها في واشنطن على أمل عقد شراكات اقتصادية مهمة وشراكات واسعة. على ما يبدو فإنه تقصد أن يخلو وفده من أي مسؤول أمني بارز لكي لا تقتصر هذه الزيارة على المفاوضات العسكرية فحسب، وأن تتجاوزها إلى فضاءات أوسع منها مثل الشركات الاستثمارية، جذب رؤوس الأموال. السؤال، هل ستكون مخرجات هذه الزيارة مقنعة للأقطاب السياسية والنخب التي تنتظر المزيد من هذه الحكومة؟ ابقوا معنا. مرة ثانية حياكم الله مشاهدينا الأكارم، دعونا نرحب وإياكم بضيوفي لهذه الحلقة من برنامج لعبات الكراسي. السيد سبهان ملا تشاد، مستشار السيد رئيس الوزراء للشؤون السياسية. سيد ملا تشاد مشتاقين، مرحبا بك ضيف عزيز. أهلا وسهلا أستاذ سيف، أهلا بك، حياك الله. نرحب أيضا بالسيد كاتو سعد الله عبر تطبيق سكايب، باحث بالشأن السياسي، دعونا نقول الشأن السياسي العراقي الأمريكي. سيد سعد الله مرحبا بك، مشتاقين، حياك الله. أهلا أهلا وسهلا أخ سيف، لك ولضيفك، وكل عام أنت بخير. وأنت بألف خير. أبدي من حيث الاستوديو، أجدد بك التحية والترحيب. سيد سبهان ملا تشاد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية. يعني من تابع الأحداث من الأمس إلى اليوم فيما يخص زيارة دولة رئيس الوزراء إلى أمريكا، مجموعة أسئلة تطرح على طاولة النقاش، منها تحققت رغبة الزيارة؟ هي رغبة أصلا؟ هي دعوة؟ الزيارة طلب؟ الرغبة لمن؟ الرغبة للإطار؟ الرغبة لدولة رئيس الوزراء أم ماذا؟ تفضل. تحياتي لك والمشاهدين الكرام والضيف العزيز الأخ كاتو سعد الله. الزيارة لا يمكن أن تكون رغبة، مجرد رغبة. الزيارة جاءت بناء على دعوة أساسا. يعني ما أردت أقول حلم، قلت رغبة. لا لا، هي ما تروح لهالمدى. هذا الحلم أو الأبواب مفتوحة بين الولايات المتحدة والعراق، وزيارات مفتوحة، وماكو شيء عيق كان هذا الانشغال. أما الزيارة بالتأكيد هي جاءت بناء على دعوة من السيد الرئيس الأمريكي، وأيضا على ربما ظروف المنطقة يعني سرعت بإقامتها بالوقت الحالي. زيارة مهمة، العلاقة مهمة مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة دولة مهمة في العالم، لا بل من أهم دول العالم في يعني جوانب الاقتصاد، دورها الاقتصادي، دورها العالمي، دورها السياسي. عموما الولايات المتحدة غير غريبة عن العلاقة في العراق، وصار عندها تقريبا مضى أكثر من 20 سنة على هذه العلاقة، وهي رعت النظام السياسي الجديد في العراق بعد 2003 لفترة معينة، إلى أن وقف على رجليه ثم انسحبت مطلع نهاية عام 2008 إلى 2011، ثم عادت أيضا بناء على دعوة من الحكومة العراقية بعد هجوم داعش واحتلالها جزء من أراضي العراق، ولا تزال موجودة ضمن تحالف دولي من أكثر من 85 دولة بالعالم، دافعت عن العراق، دافعت عن النظام. هناك اتفاقيات كثيرة وعديدة أمنية، أو الاتفاقية الشاملة اللي هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي عقدت مع هذه الإدارة نفسها في عام 2008. يعني حينها بايدن كان نائب الرئيس وأوباما هو الرئيس، فإدارة الحزب الديمقراطي الحالية هي من وقع هذه الاتفاقية في عام 2008. الملفات اللي تحدثت به جنابك المحترم مو ملفات جديدة سيد ملا تشاد، هي ملفات لها سنوات طويلة موجودة في الواقع العراقي.
لنستذكر أنه السيد حيدر العبادي يعني زار أمريكا، لنستذكر أنه السيد مصطفى الكاظمي زار الولايات المتحدة الأمريكية وجلس على نفس الكرسي الذي جلس عليه بالأمس السيد محمد شياع السوداني. بماذا تختلف زيارة السيد محمد شياع السوداني عن الزيارات السابقة؟ وكيف بالإمكان أن نطبق ما ذهب به السيد السوداني حال عودته إلى الأرض العراقية؟ يعني أنا تقديري أنه هاي الزيارة قد تكون زيارة الأهم وربما الأكثر، ستكون الأكثر إنتاجاً إن شاء الله بعد اكتمالها خلال الأيام القليلة القادمة، باعتبار أن العراق لم يلتقط أنفاسه الحقيقية إلا من سنتين وجاي. ما قبلها كانت ظروف العراق ظروف صعبة جدا، هناك انقسام، هناك عنف، هناك إرهاب، هناك تدخلات كبيرة في الشأن العراقي. الحكومة هاي جت بتوافق قوة سياسية وحاضن سياسي كبير لهذه الحكومة، تقريبا بحدود 3/4 أعضاء البرلمان هم حاضن سياسي أو رافعة سياسية لهذه الحكومة، لذلك هناك يعني هدوء واستقرار من سنتين وجاي. فالعراق بدأ يحتاج إلى تكريس هذا الاستقرار، تنميته. بدأوا يعني اتفاقية الإطار من عام 2008 لكن لم تفعلها أي حكومة سابقة. اليوم من الحكومة والحاضن السياسي لها كلها تتفق على ضرورة تفعيل اتفاقية الإطار وترجمتها إلى مجموعة من الاتفاقيات الأخرى. هذا جانب مهم جدا، أن القوى السياسية يمكن البارحة والبارحة سمعت كل القوى السياسية أصدرت بيانات تأييد ودعم لزيارة السيد السوداني إلى الولايات المتحدة. إذن الرافعة السياسية للحكومة كلها تقر بضرورة ترجمة اتفاقية هذه بيانات التأييد والدعم. بيانات التأييد والدعم كيف تفسر باللغة السياسية صريحة؟ خوف من القادم السياسي لما يلقاه السيد السوداني من دعم، دعنا نقول شعبي من الداخل وحتى أمريكي، أم كيف يفسر؟ شوفوا، لكل قائمة سياسية ولكل كتلة سياسية مبرراتها بالتأكيد. يعني ربما كتل سياسية لظروف معينة، لكن أنت تأخذ المحصلة النهائية أنه الكل متفق على ضرورة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي وترجمتها إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تخدم العراق وتخدم الوضع بالمنطقة الإقليمية وتخدم الدور المحوري للعراق في المستقبل القادم، في الحالي والمستقبل القريب القادم. لا شك أن المنطقة تتعرض لوضع مربك حاليا بسبب ما حدث في غزة وتداعياتها، وتداعيات أيضا العلاقات بين إسرائيل وإيران وتداعيات كثيرة بالمنطقة حاليا. هي المنطقة قلقة، زيارة ربما اجت في وقت دقيق وحساس، لكن خلص هي هذا الأفضل. الشرق الأوسط لا يمكن أن ننتظر يهدأ وتكون الأجواء مثالية حتى تقام هذه الزيارة. لا بد من إقامة هذه الزيارة طالما أكو دعوة هناك وأكو توجه حقيقي من أغلب القوى السياسية الداعمة للحكومة بضرورة تفعيل هذه الاتفاقية. حتى من داخل الإطار؟ نعم، حتى من داخل الإطار؟ حتى من داخل الإطار. الإطار أيضا، الإطار التنسيقي أصدر بيان دعم لهذه الزيارة و مخرجاتها. نعود لنتحدث عن هذه التفاصيل. نعم. بعد أن أتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيد كاتو سعد الله. سيد سعد الله مرة ثانية حياك الله. يعني هذا صار بعد 2003 لحد اللحظة أكثر من رئيس وزراء يجلس مع الرئيس الأمريكي. لقاء اليوم نقدر نقول أنه لقاء بين زعيمين، لو مجرد سماح وقبول باللقاء أم ماذا؟ كيف تصفه؟ تفضل سيد كاتو. نعم، مرة أخرى تحية لك سيف ولضيفك ولجميع مشاهدي قناة الشرقية. طبعا الزيارة جاءت بدعوة من البيت الأبيض، يعني بعد مثل ما نقول
شلون تقول طلبات كثيره، ومن العام الماضي هل سيلبى الدعوه عندما جاء رئيس الوزراء الى نيويورك والى ان حصل هذه الزياره؟ انا اعتقد التوقيت، الكثير من المحللين يقولون ان توقيت الزياره كانت يعني صعبه شويه، يعني مثل يوم اللي وصل يوم السبت مساء كان في الليل هناك قصف ايراني على اسرائيل، واتجهت كل الاعلام والقنوات، وكان الرئيس وفريقه كلهم بايدن يعني مشغلين. هذه الصعوبه تعتبرها ميزه تحسب للسيد السوداني، لو شنو تقصد بهذا التوقيت الحساس؟ كان من الممكن اذا كان الامر يتفاقم ويتصاعد اكثر من ما كان يعني في ليله السبت، يجوز كان لانه بسبب الحرب يعني الرئيس قد يؤجل الزياره، ولكن انتهت الامور. ولكن خلينا نتحدث عن الزياره. احسنت اخ سيف، يعني من 2003 كل رؤساء الوزراء، اعتقد ما عدا عادل عبد المهدي اللي لم يكن له الوقت يعني الكافي، جاءوا الى واشنطن والتقوا برؤساء الامريكان من بوش الى اوباما وترامب والان بايدن. المشكله وين؟ المشكله خلينا نكون واقعين، انا التقيت بالسيد رئيس الوزراء يوم الاحد وكان لنا لقاء، و تحدثت أيضا بنقطة مهمة وقلت لرئيس الوزراء إن أمامك مهمات صعبة، ملفات صعبة جدا، نخلي اللقاء يعني البروتوكول رئيس يستقبل، ولكن العمل صعوبة. وين تقصد؟ أكو صعوبات كثيرة، مثلا الآن بعض الأطراف بالإطار كان يعني قبل زيارة السيد شاز السوداني يطالبون برحيل كل القوات الأمريكية، حتى جندي واحد ما يقبلون. زين، هذه زيارة لا يوجد أصلا موضوع الانسحاب سوى اللجان العسكرية اللي بين الطرفين، يسموها HCC أو اللجنة العسكرية العليا. النقطة الثانية، الملف الأصعب أيضا، يعني مسألة أنت تعرف الدولار والعقوبات على المصارف، وهذا هو عصب الحقيقي لأي استثمار أو شريك أو اقتصاد تتطور إذا ما عندك الـ مثل ما يقولون المصرف والمصارف والبنوك مفعلة. فهذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة أيضا ملف شائك، يعني تصدير النفط من أقليم كردستان عن طريق تركيا، والمشكلة أنه أيضا ما عدا المطالبة بوضع اليد على هذه الفصائل اللي شفنا من يعني أكتوبر 7، الفصائل كانت دائما تقصف القواعد العسكرية الأمريكية داخل العراق، وحتى أدت إلى مقتل 3 جنود أمريكان. كل هذه الملفات طبعا صعبة وشائكة. النقطة الأهم أخ سيف، طيب، أنا يعني أشوف زيارة، في كل زيارة في أمريكا باعتباري أنا يعني كنت شاهد على كل هذه الزيارات لرؤساء الوزراء، وسبب عدم يعني أخذ نتائج أو ثمار هذه الزيارات سبب بسيط واحد، أنه إما يكون ما يعرفون كيف يطلبون، أو مثلا هذه الزيارة شنو يعني ما يعرفون كيف يطلبون؟ هو طلب له تفاوض. طبعا اي دوله تاتي الى الولايات المتحده تطلب الدعم من اوكرانيا، اسرائيل، دول اخرى، الكل عندما تاتي الى الولايات المتحده تطلب الدعم سواء مادي، عسكري، اقتصادي من الولايات المتحده الامريكيه، ولا يوجد احد يشك بانه قوه الولايات المتحده في العالم وتاثيرها بهذه يعني. طيب بنفس كل التفسير المواضح. كيف بنفس التفسير كيف وجدت، بنفس الاشاره اللي تشير بها، كيف وجدت جاي الوفد الاخير؟ نعم، الوفد الاخير انا بصراحه يعني شفت فقط نائب رئيس الوزراء السيد محمد تميم كان موجود، ووزير النفط السيد حيان اعتقد، وليس هناك عدد كبير مثل وزير خارجيه وغيرهم غير متواجد بالوفد.
كان وفد كبير يعني من المستشارين وأيضا من رجال الأعمال. وطبعا خلي أقول هاي النقطة المهمة أخ سيف، كل زيارة إذا لا يوجد اتفاق كلي بين الإدارة الأمريكية وبين المؤسسات الأخرى مثل الكونغرس ومجلس الشيوخ والمراكز الأبحاث الاستراتيجية المهمة، دعم الإدارة وحدها لا تكفي. هذه نقطة جدا مهمة. وإذا نشوف الجدول زيارة رئيس الوزراء، مع الأسف اللي خططوا لهذه الزيارة اللي كان يعني شغلهم المفروض يركزون كيف يوازنون بين زيارة الرئيس الوزراء باللقاء بالإدارة الأمريكية ومع نفس يعني حتى يكون متعادل، حتى يكون هناك اتفاق. أعطيك مثال، مثلا الرئيس الأوكراني حكومة بايدن تدعمه بكل قوة بكل قوة، ولكن الكونغرس ضد إدارة بايدن بدفع هذه المبالغ إلى أوكرانيا. وهي صار شهرين بايدن يتوسل بالكونغرس، كونغرس ما توافق. فإذا القوة لازم يجب أن تكتمل. في نفس أعطيك مثال آخر، بايدن ضد نتنياهو بعدم وقف إطلاق النار، ولكن في نفس الوقت الكونغرس تدعم بقوة إسرائيل. طيب. فهنا المشكلة وين؟ المشكلة اللي أريد أقولها أنه هذه الزيارة كان تنجح نجاح باهر لو كان هناك توازن في اللقاءات مع الإدارة ومع المؤسسات المهمة اللي هي اللي توافق. يعني هذه الزيارة تقصد تخلو من التوازن؟ يعني مثلا نشوف الجدول، اللقاء بالرئيس، وزير خارجية، وزير الدفاع، وكذلك الخزانة الأمريكية. ولكن أنطيني رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي مثلا، رئيس الكونغرس الأمريكي مثلا، وينهم بالجدول؟ مو هذول أهم، لأنه هذه إدارة. يعني مثل ما السيد رئيس الوزراء ما يقدر يقرر كل شيء إذا كان البرلمان مشرع قانون. فإذا أنت هنا لازم تساوي توازن. سيد سعد الله، سيد كاتو، نقطة مهمة حتى أرجع للاستوديو. شنو المقصود بإعادة تأهيل المصارف اللي تعرضت لعقوبات؟ هذه شنو المقصود بها؟ يعني هذا تم التطرق لمثل هكذا حديث؟ طبعا السؤال وجه للسيد رئيس الوزراء عندما التقى بجالية ويانا في واشنطن قبل يومين، وقال انه كل هذه العقوبات على هذه المصارف لم يعني تكن في وقته، هذه المخالفات حدثت، بينما كانت هذه المخالفات في زمن رؤساء الوزراء السابقين. يعني الان السيد علي العلاق أيضا موجود مع الوفد في واشنطن، والتقوا أعتقد اليوم أو بارحة ما أعرف، بس التقوا بوكيل وزير الخزانة الأمريكية. وهم هاي النقاط المهمة. شوف أستاذ سيف، المشكلة وين؟ العصب الاقتصادي إذا عندك الخزانة والمصارف والبنك المركزي الشركات، وهاي لو تتوقع وياهم آلاف العقود عندما يجون وينفذون، من راح يجي لك المصارف؟ كيف تحول الفلوس؟ كيف يكون نسبة يعني مثل ما يقولون الصرف؟ كل هذه المشاكل راح تواجهك. طيب. من تجي على الدعم العسكري، دقيقة، من تجي الدعم العسكري بايدن وافق، على الكونغرس، كونغرس يقول لك أنا ما وافق، زين شو راح تحصل على؟ لهذا أنا أقول لك الجدول، يعني الجدول مالك كان يوم أمس ثقيل، التقى بالرئيس بايدن، نعم، واستقبال حار من وزير الدفاع وكذلك وزير الخارجية، وخلص يعني عنده لقاء باكر مع الجالية في ديترويت، وأيضا في هيوستن يلتقي ببعض الشركات النفطية ويرجع. هذه يعني عندك يعني نقص في الجدول، أنه أعضاء الكونغرس اللي عندهم قرارات يشرعون، زين شلون راح تحصل هذا الدعم؟ الأهم أنه السؤال اللي سألته أخ سيف، احنا دائما كنا نقول أنه الولايات المتحدة مهمة جدا بالنسبة للعراق، كنا دائما نقول، ولكن تصرف السياسيين العراقيين
اللي كانوا مره يعادون مره ب يعني عداء للولايات المتحده، وفي نفس الوقت يريدون الدعم للولايات المتحده. فاعتقد السيد رئيس الوزراء السوداني صراحه يعني وامانه لله يفهم هذا الموضوع، وقال انه شراكه الولايات المتحده مهم جدا بالنسبه للعراق. اذا يعني ما يكون هناك تعاون جدي مع الولايات المتحده الامريكيه اعتقد ستبقى الاوضاع هكذا ولا نتقدم خطوه الى الامام. طيب ارجع الى السيد المستشار، قبل اتوجه للسيد كاتو سعد الله ذكرت موضوع الا وهو الاستقرار اللي يشهد العراق. من وجهه نظرك السياسيه وكل شيء ملتصق بالسياسه سيد ملا تشاد، هذا استقرار اللي نشهد عراقيا له هدوء اضطراري بصراحه؟ والله هو حتى اذا كان هدوء اضطراري فهو يعني الطريق للاستقرار يبدا من احيانا فترات محدده ثم تتمدد. الاستقرار يعني هو فعلا استقرار حقيقي بس بناء على اتفاقات، يعني ما كان استقرار من الهواء، حدثت اتفاقات كثيره. اولا انسحاب التيار الصدري ساعد على هذا الاستقرار لانه حصر المسؤوليه باتجاه واحد اللي هي الاطار. يابا انا انسحبت اليوم يا اطار انتوا اطلعوا بها خلنا نشوف شو تسوون. ثانيا وجود فصائل مسلحه بالعراق ايضا، ووجود فصائل مسلحه شاركت بالحكومه العراقيه وقالت احنا شاركونا بالحكومه ونمتثل لقرار القائد العام. وامتثلت فعلا لقرار. كم بالمية اليوم الامتثال من قبل الفصائل المسلحة؟ المشاركة بالحكومة ممتثلة 100% ولن تخرج عن إطار قرار القائد العام أبدا. اللي ما مشاركة بالحكومة يعني حاولت استثمرت أو مو استثمرت، أجبرت حسب عقائدها وحسب مبادئها اللي تؤمن بها من صار الحرب على غزة وشافت البطش والإبادة والجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اللي مارسها الكيان الصهيوني باتجاه المدنيين في غزة وكذا طفل وكذا نساء وكذا كذا مدنيين، بالتأكيد عقائدها وإيمانها بقضيتها أجبرت أو حفزها على أن تتخذ مواقف بالضد من السياسة الأمريكية لأن الأمريكان كانوا داعمين بشكل مطلق لإسرائيل. طيب. لكن من رفض السيد القائد العام هذه الإجراءات وحتى وصف الحركات ضد البعثات الدبلوماسية وضد القواعد الموجودة داخل العراق اللي متواجد بها أمريكان اعتبرها هجمات إرهابية، آنذاك تراجعوا وصار تفاهم وبدأوا يمكن من خارج الحدود، وخارج الحدود ما مسيطر عليه. احنا أتذكر المقاومة الفلسطينية من كانت بالثمانينات أغلب المتطوعين فيها عراقيين وسوريين وتونسيين وجزائريين، يعني كان هذاك تعاطف مع القضية الفلسطينية في حينها ولا يزال هذا التعاطف بالمنطقة العربية. خلينا نرجع عموما. طيب موضوعنا الاستقرار استقرار فعلي بناء على توافقات سياسية مع أطراف مختلفة، لكن هو استقرار فعلي والكل بدأ يحس بالتنمية والكل بدأ يحس بالخطر أنه يجب أن ينجح وانعكاس الاستقرار الإيجابي. نعم سيد ملا تشاد، سيد رئيس الوزراء في جعبته ملفات مهمة بزيارته إلى واشنطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والحديث الذي دار أيضا مهم، أتحدث عن الحديث الذي دار هناك يعني حصر السلاح بيد الدولة، وضع مسافة ما بين الفصائل المسلحة اللي كنت تتحدث عنها وإيران، استيراد الغاز من إيران، إيقاف تهريب العملة أي الدولار إلى 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 إيران، الكهرباء والكثير من التفاصيل المهمة. السؤال هنا يا سيد ملا تشاد يا مستشار رئيس الوزراء السياسي، السؤال المهم هنا، هذه مو بناء جسر،
هذا مو 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 يعني زراعة جزرة وسطية، احنا نتحدث عن اختلاف مزاج سياسي داخل العراق. كيف بالإمكان، المهم هنا، كيف بالإمكان أن تنفذ وتطبق كل هذه الملفات على الأرض العراقية حال عودة رئيس الوزراء إلى العراق؟ هي قبل ذهاب رئيس الوزراء كثير من هاي التفاصيل كانت مطبقة في الحرب على داعش. أولا النفوذ الإيراني هو تقريبا الزامن مع النفوذ الأمريكي بالعراق بعد 2003. هل سمعت قبل 2003 من عام 21 تأسيس الدولة العراقية إلى 2003 أكو نفوذ أمريكي أكو نفوذ إيراني بالعراق؟ لا، بس بعد 2003 بدأ النفوذ الأمريكي والنفوذ الإيراني وتخادما هذان النفوذان لفترة من الوقت، وحتى التخادم صار مع الفصائل المسلحة في الحرب على داعش. عندما بدأت الحرب على داعش كثير من الفصائل المسلحة كانت تقاتل داعش عبر غطاء جوي أمريكي من خلال مؤسسات الحشد. طيب، فالتخادم موجود أصلا بين هذه الفصائل، القوى التي ترفض، ولذلك مو غريبة أن يعاد لكن بشكل آخر. وعندما سئل السيد السوداني في لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أعتقد عن العلاقة وترتيب الوضع ما بين إيران وأمريكا، وقال ربما هاي ميزة العراق أنه يمكن أن يكون جسر، ميزة العراق الإيجابية أنه يمكن أن يكون جسر ما بين إيران وأمريكا. حكى هذا الكلام أيضا بالمحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي. فالأجواء مو غريبة، الأجواء صار لها 20 سنة. اليوم نريد نحصد النتائج باتجاه سيادة العراق، باتجاه بلورة القرار العراقي المستقل. هذا ما يحتاج العراق، وهذا ما يدق عليه رئيس الوزراء ويريده ويريد تثبيته بقوة، هو باعتبار هذه الحكومة هي نتاج توافق عراقي 100% ودون تدخلات إقليمية. على ذكرك لموقع العراق وأنه ميزة العراق أن يكون جسر، أختلف بها وياك هذه، لكن أريد أربطها حسب الأوضاع والظروف الحالية. تمام، أريد أربطها بتساؤل معين. التوتر الحالي بين الولايات المتحدة، الاتصال الذي حدث ما بين محمد بن سلمان وسيد دولة رئيس الوزراء العراقي سيد محمد شاه السوداني، ما الغرض الذي دفع لإجراء هذا الاتصال؟ يعني الاتصال، تدري المنطقة على صفيح ساخن وراء الهجوم الإيراني أو الرد الإيراني على الهجوم على قنصليتها، فأصبح الوضع فعلا على صفيح ساخن وقلق جدا. فهو من باب أنه الطرفين المملكة والعراق يدعون، طالما السيد السوداني في واشنطن يعبر أيضا عن موقف المملكة في أنه يكون هناك يعني عدم توسيع الصراع، الضغط على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لعدم توسيع الصراع، لعدم الرد، للاكتفاء بهذا الحد من الصراع ما بينهم وبين إيران. يعني إيران رسالتها كانت حسب تقدير يعني الرد مالها كان رد سياسي أكثر ما هو رد انتقامي أو عسكري. يعني رد سياسي يريد يقول لهم أنا قادر على الوصول لكم لكن ما راح أقتل أو ما راح أذبح أو. لذلك الرد كان ذا دوافع سياسية أكثر من كونها دوافع انتقامية، وهذا حق من حقوقهم. هم انقصفوا في قنصلية دبلوماسية وتعتبر أرض إيرانية، وبالتالي من حقهم الرد. الرجة بهذا الحجم بهذه الطريقة. عموما تطويق هاي الأزمة مهم جدا للمنطقة. كيف تفسر موقف؟ لأن بالعكس هو هاي في صالح، يعني في صالح كل دول الشرق الأوسط، هو تطويق هاي الأزمة اللي صارت بين إيران وإسرائيل قبل وأثناء وما بعد هذه الزيارة، زيارة السيد محمد شاه السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تفسر موقف السيد السوداني سياسيا ما بين ضغط الإطار وضغط الولايات المتحدة الأمريكية؟ أشوف هي ماكو سياسة تمشي يعني هيك سموث. احنا مو متحالفين، ما واصل لدرجة الحلف.
سياسة مطبات، كلها العلاقات الدولية كلها مطبات. اليوم راضي، اليوم زعلان، اليوم أكو موقف آخر يختلف. ما حجم المطبات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية؟ حاليا كلش قليل وكلش محصور. ما حجم المطبات ما بين السيد السوداني والإطار التنسيق الشيعي؟ الإطار لا يزال داعم للسيد السوداني، ولا يزال داعم لزيارته، وأعلن ذلك ببيان رسمي. كل قيادات الإطار داعمة؟ كل قيادة، البيان طلع باسم الإطار التنسيقي، إذن كل إطارات الإطار مؤيدة لهذا. وصراحة الإطار يعني يفترض عليه في هذا الوقت أن يعمل على نجاح حكومة السوداني، لأن الفشل يعني أكو بديل وأكو بدلاء كثيرين قاعدين على دكة الاحتياط. ليش يفترض؟ فيفترض يدعم بشكل جيد نجاح هذه الحكومة، والحكومة اليوم لها صدى كبير في قلوب الناس، صدى كبير أصبح للسيد السوداني ولإنجازاته، لعمله، لهدوءه، لاستقراره، ما خدش أسماع أحد من الحلفاء من الرافعين أو الداعمين للحكومة أبدا، يحل أي مشكلة بمنتهى الهدوء، ما يترك المشاكل يرحلها، بالعكس حتى مشاكل الإقليم أو ما أشار إلى السيد كاتو حول تصدير النفط الإقليم. كان هناك لقاء مهم قبل زيارته بين نيجير فان بارزان، سيد نيجير فان بارزاني رئيس الإقليم. كان لقاء مهم جدا وتفاهم مهم جدا على حسم هذا الملف، ملف الرواتب انحسم باتجاه معين، رواتب الموظفين وملف التصدير، تصدير نفط الإقليم أعتقد أيضا على باب الحسم أو انحسم بشكل مبدئي، وبالانتظار زيارة أردوغان خلال الأسبوع القادم أعتقد لتوقيع مزيد من الاتفاقيات في هذا الجانب. يعني سيد تشاد، بالتفسير السياسي، وبالمنظور السياسي، عينك السياسية ماذا ترى؟ هنالك من يقول إنه السيد السوداني سيرجع إلى العراق من دون حل كامل إلى تواجد التحالف الدولي على الأرض العراقية، وهو ما لا يروق إلى أغلب قيادات الإطار، ما سيذهب إلى انعزال السوداني عن الإطار التنسيقي الشيعي. كيف ترى هذا التفسير؟ كيف ترى هذه الرؤية السياسية؟ لا شوف، الإطار، السيد السوداني والإطار جميعا يدركون جيدا أنت عندما تنهي التحالف الدولي يجب أن تهيئ المسرح تماما من ناحية الأمن والتسليح والدفاع ووضع الجيش العراقي. وهناك فصل في اتفاقية الإطار الاستراتيجي هو التعاون الدفاعي والأمني، فأنت ترجم هذا الفصل التعاون الدفاعي والأمني باتفاقية جديدة، وآنذاك طالب بجدولة الانسحاب. ولم يناقش صحيح في هذه السفرة، لكن أوضح لهم نحن، وأعتقد اليوم بالبنتاغون، نحن جادين في المطالبة بجدولة انسحاب التحالف الدولي من العراق. لكن قبل هذه الجدولة اللجان العسكرية جاءت تشتغل بين العراق والولايات المتحدة، وأعتقد قبل أسبوع أكثر كان الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، وجاءت هيئة ما يحتاج الجيش العراقي للوصول إلى هذا الانسحاب. يعني الانسحاب ما يكون في ليلة وضحاها، وإنما هناك جدولة. وثانيا العراق يؤمن أنه الأخوة بالتحالف الدولي طالما جاءوا بشكل ودي للعراق فخروجهم أيضا بشكل ودي وعبر اتفاقات ودية بين الطرفين، وهذا ما يعمل عليه السيد السوداني، يهيئ الأرضية حتى الجدولة عندما تكون. حسب ما سامعك واللي تشوفه، أكو انسحاب للأمريكان؟ قطعا يكون انسحاب. شوف، الامريكان ما يفرضون نفسهم على احد، مراقبين الامريكان وسياساتهم، هاي صار 60-70 سنة الامريكان ما يفرضون نفسهم على احد، لكن الامريكان يخططوا لك من بعيد بحيث انت ربما تحتاجهم وتروح عليهم وتقولهم لهالحد كافي، ان كنت
في اتجاه معادي أو فالأمريكان ما يفرضون نفسهم على أحد الناس، والدليل انسحبوا في 2008 2011 سحبوا من العراق بكل، وانسحبوا من أفغانستان وانسحبوا من مناطق كثيرة أيضا. سيد كاتو بعد هذه الزيارة هل سنرى انسحاب للتحالف الدولي من الأراضي العراقية أم لا؟ كيف ترى هذا الموضوع؟ يعني تقصد الآن بعد ما يرجع ينسحبون لو بعد يعني ما يرجع؟ نعم. لا ماكو. أولا مثل ما قال سيد المستشار أنه لم يبحث موضوع الانسحاب القوات الأمريكية. هناك لجان عسكرية لموضوع التحالف الدولي، وهذا ما أكده السيد رئيس الوزراء بلقاء معنا بأنه مصر لا زال أنه العراق باتت يعني بدون حاجة إلى هذه القوات، التحالف الدولي والقوات الأمنية العراقية بكل صنوفها تستطيع يعني مواجهة بعض فلول يعني المتبقية من داعش حسب قوله. ولكن أستاذ سيف، أنا ما أريد يعني التحليلات الأخوة ويحللون التنبؤات السياسية. نعم ولكن احنا كواقع في امريكا في واشنطن اكثر من 30 سنه خبرتي انه الان بقى يعني تقريبا من عمر اداره بايدن 4-5 اشهر. وهذه الاداره يعني الان في امريكا هناك معارضه قويه لسياسه هذه الاداره جو بايدن، وهذه انتخابات قادمه. لحد الان كل الاستطلاعات تقول بأن ترامب يفوق على بايدن ب5 أو 6 نقاط، يعني الاستطلاعات الحالية. فهناك تخوف أنه إذا بايدن ما خسر الانتخابات هناك سوف تأتي يعني إدارة جديدة وعقلية جديدة وتعرف سياسة جديدة لكل إدارة منتجية. هي هاي المشكلة من قلت أنه ما كان أكو توازن بالزيارة، يعني أنت لا تخلي ثقلك كله على الإدارة لأن الإدارة ما تقدر تسوي شيء. أنت عندك أعضاء كونغرس معارضين لنقاط محددة بعثوها للرئيس بايدن، فإذا ما جاءت إدارة أخرى غير إدارة بايدن بعد أشهر فهذه راح تكون هذه الاتفاقيات وهذه الوعود اللي انطتها الحكومة بايدن الحالية ستذهب في أدراج الرياح. يعني ما راح تبقى هكذا والجميع يعلم هذا الشيء. فأنت الآن مفروض من تجي أنت لا تكون محايد وتخلي كل يعني مثل ما يقولون بيضاتك في هذه السلة. ولكن مع الأسف الظاهر أنه الجماعة هيك مخططين، مثل ما قلت لك أنه كل اللقاءات فقط مع إدارة بايدن، مفروض أنت تجي تقابل الجمهوريين لأنه هم أيضاً تحدث سيد كاتو نستثمر وقت تحدث جنابك المحترم بهذه التفاصيل، تساؤلات عديدة تطرح حول مستقبل العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بعد هذه الزيارة. ماذا ترى؟ كيف ترى هذه العلاقة؟ يعني أنا اللي ردت أقول أخ سيف أنه إدارة بايدن تعرف جيداً في هذا الوقت هي محتاجة إلى دعم، بحيث تقول الشارع الأمريكي احنا بالانتخابات انه الوضع مستقر في العراق، حاولنا يعني السيطرة على الفصائل وتهدئة الأوضاع في المنطقة. فكل ما تكون الوضع الدولي مستقر راح يكون نقطة إيجابية بالنسبة للإدارة من اجل استثمارها في الانتخابات القائمة القادمة. فلهذا السبب انا اقول إنه إدارة بايدن حاليا تريد فقط يعني لنفسها وليس لديها الوقت الكافي يعني لتفكر بالاتفاقيات. وهي الشركات إذا تريد تتفق هاي مفتوحة دائما، يعني أي وقت تريد تروح تستثمر الحكومة الأمريكية تدعم هذا الشيء. ولكن الأمور الأخرى اللي هي أنت يوم اللي هي مثل ما قلنا إذا إجت إدارة جديدة كيف تتعامل مع الإدارة الجديدة؟ والإدارة الجديدة إذا إجت الجمهوريين كلهم ضد هذه السياسات المتواجدة في
أدري الشرق أوكي الأوسط. يعني هي الإدارات الجديدة إذا إجت في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الإدارة القادمة تحدث عن ترامب، الإدارة في الانتخابات اللي ما بعدها بعد 6 سنين أو 8 سنين العفو، يعني شلون إحنا كل إدارة جديدة تمحي العلاقات والشراكات ما بين أمريكا وكل الدول؟ مو هاي المشكلة. شوف أنت عندك الأردن. الأردن صار لها من أكثر من 60 70 سنة تعرف كيف تتعامل مع الإدارات الجمهورية والديمقراطية، مساوية التوازن. شوف دول الخليج، شوف السعودية، أي إدارة تجي تتعامل وياها بنفس الطريقة. ولكن إحنا مشكلتنا السياسة الخارجية إنه إحنا نركز منو يجي، إحنا نخلي كل ثقلنا وياه. المفروض يكون هناك تواصل مع كل هاي دولة مؤسسات أخ سيف. يعني أنت تيجي مثلا عضو بالكونغرس الأمريكي في لجنة مثلا نقول الدفاع، يقدر يوقف الدعم السلاح إلى العراق. لا بايدن ولا غير بايدن يقدر يقول لا ما يصير. أنت تعرف يعني مثلا موظف بالقنصلية الأمريكية إذا ما يعني يرفض ينطيك فيزا، الرئيس الأمريكي ما يقدر يتدخل فيه. فاحنا لازم نفهم هذه الامور، انه مو كل شيء انه اجي فقط مع اداره بايدن. اليوم وزير الخارجيه باكر يجي وزير خارجيه اخر، عنده فكره اخرى، عنده عقليه اخرى مع الوضع. ثانيا انت من تجي في هذا الوضع الولايات المتحده شفت يعني انت مستحيل. من جنابك سيد كاتو، يعني مثلا رئيس الوزراء شنو اللي يسوي؟ يرضي السفير ويرضي وزير خارجيه حتى احصل فيزا، ويرضي رئيس وزراء امريكا ويرضي ويرضي، يعني يرضي. لا هذا مو شو، مو يعني ما اقول رئيس الوزراء، رئيس الوزراء المفروض عنده يعني ناس، من يحط ناس يعرف كيف يتواصل. غير هو منطق يعني دوله مع دوله، دوله امام دوله. اخي شوف اخ سيف، لا يعني انت تتصور الامريكان المؤسسات الأمريكية، أنت عوفك من الزيارات البروتوكولية، راح شفت الرئيس وشفت وزير خارجي، عوفهم هذول، لأنه اللي يخططون السياسة هاي موظفين آخرين وزارات أخرى. يعني أنت تتوقع أنه هم يعني مثلا كان جيد الإطار التنسيقي يوم أمس مثل ما ذكر السيد المستشار ضيفك أنه كلهم دعموا زيارة، هذه كانت جيدة. ولكن في نفس الوقت هم يعرفون الإدارة الأمريكية وكذلك المؤسسات الأمريكية الأمنية والدفاعية، يعرفون أنه هناك يعني عداء للأمريكان، عدم تواجدهم هناك، أصوات يعلمون جيدا أكو هناك معارضة قوى سياسية. أنا أتفق ويا الضيف أنه خروج التيار الصدري أعطى استقرار للموضوع. زين باكر التيار الصدري رجع، هل هذا الاستقرار سيبقى؟ الأمريكان يعرفون هذا الشيء جيدا ويحاولون بكل قوة، سواء كانت في إسرائيل، إيران، العراق، اليمن. هذه الإدارة إذا تلاحظون تضغط بكل الوسائل وبطرق يعني كثيرة من أجل عدم التصعيد في المنطقة، لأنه إذا ما كان هناك تصعيد في المنطقة يعني هذه الإدارة انتهت بشكل كامل. فاحنا نتكلم على موضوع مؤقت يعني 3 4 اشهر، وراها شنو راح يصير ورا الانتخابات؟ فانا اللي انا كنت اريد يعني وقلت يعني لرئيس الوزراء المفروض كان الزياره يكون متوازن. احنا الدوله شريك حلفاء مع الولايات المتحده الامريكيه مثل ما قال السيد رئيس الوزراء. زين انت حليف، تصير انت تجي بس تشوف الإدارة أو أعضاء الإدارة الأمريكية وتعوف الأهم، الكونغرس أعضاء مهمين جدا ولديهم القرار مثل ما الإدارة لديها، هناك سلطات، هذه السلطة لا يقل أهمية بل أكثر. طيب سيد كاتو، سيد كاتو الأحزاب الفاعلة بالداخل العراقي هي نفس وذات الأحزاب الفاعلة بالداخل العراقي. السؤال، تعتقد انه يعني اليوم احنا شفنا، ليش تعتقد شفنا اكو دعم برلماني، اكو دعم سياسي واسع النطاق فيما يخص زياره السيد السوداني، البيان اللي صدر البارحه من الاطار التنسيق الشيعي، لكن خلي نرجع نلتفت انه الاحزاب نفس الاحزاب والمزاج السياسي نفس المزاج السياسي، هذا راح ياثر، راح يرجع، ها
ها خلي يطلع الأمريكان، ها أقصف منا، ها أضرب منا، ها لا تسوي الاتفاقية، ها لا تصوت على هالقانون، ها وإلى آخره، واللي شفناه من غايات سياسية على أمد سنوات طوال. راح يرجع له نقول اليوم مرشحنا مرشح الإطار السيد محمد شاع السوداني خلص مطلق اليد، يروح يزور واشنطن ما يزور يزور الولايات المتحدة ما يزور الولايات المتحدة، المهم إحنا نريد نشتغل. هذا راح نشوفه على أرض الواقع لو لا. والمفروض يكون هكذا، وإلا أنتم جبتوا هذا رئيس الوزراء هو مرشح من قادة الإطار أو ائتلاف إدارة الدولة، مو صحيح؟ ولكن المشكلة وين؟ أنت من تشوف يعني ليش ذكرت؟ يعني أكو قادة بالإطار تنسيقي يقول لك أنا ما أقبل جندي أمريكي يبقى في العراق، جندي واحد ما أريد يبقى. أكو أصوات أخرى هاي أمريكا كلها تعرفها. أكو خلافات بين يعني داخل الإطار نفسه جايدا نسمعها، وحتى السيد رئيس الوزراء تكلم بها، يعني قال أنه شفنا عدم الإقبال على الانتخابات بال 18 بال 21، احنا نريد نرجع ثقة الناس، ثقة الشعب. ما هي المشكلة؟ المشكلة واحدة من النقاط اللي ذكرتها تنسف جزء كبير من هذه الزيارة المهمة اللي يقوم بها سيد دولة رئيس الوزراء. نقطة جدا مهمة في واشنطن. أريد أرجع للاستوديو، تفضل سيد كاتو، تفضل. نعم، النقطة المهمة انه هذه الزيارة من يرجع السيد السوداني ويقول أنا هذا اللي قالوا لي وهذا اللي حصلته من الاتفاقيات وهاي. زين. ايش قد يريد؟ مشكلتنا احنا نريد الشيء تصير بسرعه. اذا تاخر هذه الاتفاقيات، وشفنا انه بعد شهر شهرين وين النتائج مال هاي الاتفاقيات، فهذه راح تسبب مشاكل اخرى. ما يعرفون انه هذه تحتاج وقت، مرات سنوات اشهر، يعني مو هيك بس انت تجي تقول اريد سلاح ثاني يوم يخلوا لك بالطياره ويبعثوا لك اياه. لا، هذه مؤسسات، هذه امور موافقات. فعلى أي حال احنا نتمنى انه العلاقات مع الولايات المتحدة تظل علاقات قوية، لانه العراق بحاجة الى الولايات المتحدة ان شئنا ام ابينا. لانه يعني الدولار، يعني تعرف اخ سيف، يعني النفط ده تباع في الاسواق بالدولار، وهذا الدولار ياتي الى الفيدرال بانك. يعني اذا الحالة الاقتصادية وكذلك دعم العراق دوليا من خلال الولايات المتحدة مهمة، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بحاجة إلى العراق، لأن العراق يعني منطقة استراتيجية تختلف عن أفغانستان، تختلف عن اليمن وغيرها ودول أخرى. ولكن السؤال للأسف ما نعرف كيف نستفيد من هذه العلاقة، كيف نوظف هذه العلاقة، وكيف نوظف هذه الملفات التي تم الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية. أرجع لمستشار سيد رئيس الوزراء سيد سبحان ملتشاد. سيد تشاد، عندك تعليق؟ يعني حول الزيارة، أولا أعتقد أكو خلال اليومين القادمة، يعني شفت أنه أكو لقاء ويا بعض أعضاء الكونغرس في جدول اللقاءات. وبنفس الوقت يعني أعتقد ومقتنع تماما أنه هذه الزيارة لن تكون الأخيرة للسيد السوداني. أعتقد هيجي حسب قناعاتي. يعني نقدر نقول أكو زيارة أخرى لسيد دولة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية، هذا اللي تريد تشير؟ يعني فترة الانتخابات، هاي الفترة الحرجة اللي أمام الولايات المتحدة الأمريكية، يعني خلت الجدول الأعمال بهالصورة هاي. لحظة، لكن عندنا انتخابات أمريكية. لا، انتخابات الأمريكية. في الانتخابات الأمريكية. فترة 6 أشهر مثل ما قال الأستاذ كاتو. ربما تتغير الإدارة الأمريكية. فإن تغيرت وإن لم تتغير فاتفاقية الشراكة المستدامة اللي يبغي بها العراق وينوي ويريدها مع الولايات المتحدة تتطلب زيارات عديدة، مو زيارة واحدة، تتطلب أيضا زيارة أخرى في الإدارة الجديدة الأمريكية. فقطعا لن تكون الزيارة الأخيرة للسيد السوداني، وقطعا النتائج. هذا تحليل أو معلومة؟ لا، خليه بخانة التحليل بس المعلومة. لا، خليه بخانة التحليل. يعني شنو بخانة التحليل؟ هذا متداول.
لا خانة التحليل هسه على نطاق المستشاري المستشار كمستشار أنا أفكر بهذه الصورة فخلي يهم التفكير جيد خلي أرجع لك سيد تشاد بسؤال آخر. العراق اليوم طرف موثوق به، العراق طرف مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أم ماذا؟ والله أعتقد لو ما مهم الولايات المتحدة قلت لك ما تفرض نفسها على أحد، هذا تاريخ وبسهولة ممكن أن تستغني، بس العراق بلد مهم بموقع الجيوسياسي بالمنطقة بإمكاناته الكبيرة البشرية والمادية بثرواته بتاريخه. العراق قطعا بلد مهم ممكن أن يلعب دور مهم بالشرق الأوسط على ضوء يعني الإمكانيات البشرية الهائلة البيئة وأيضا الروح المدنية الطاغية بشكل أكبر على تاريخ العراق من تأسيسه لحد الآن. ربما اليوم نمر في ظروف سياسية معينة لكن مو هذا الوجه الحقيقي للعراق، الوجه الحقيقي للعراق دائما وجه مدني على طول الخط. فأعتقد بالعكس الولايات المتحدة حريصة على أن تبقى بعلاقات مستدامة فعلا مع العراق، وهذا ما يخدم مصالح المشتركة اليوم، المساحات المشتركة أيضا بين العراق والولايات المتحدة. هي مجرد زيارة بروتوكولية لو أكو غاية سياسية في ذهن السيد السوداني؟ هي أبدا مو بروتوكولية، هو التوجه لترجمة اتفاقية الإطار إلى مجموعة اتفاقيات. إذا نبغي أو يريد السيد السوداني بناء علاقات مستقبلية مستدامة وشراكة مستدامة، وأعلن ذلك قبل ما يروح، وفي واشنطن أيضا أعلن ذلك. أنت من تجي ترجم هاي الاتفاقية اللي عموميات خطوط عامة وتطلع منها اتفاقيات عديدة في جوانب اقتصادية ثقافية على ضوء الفصول الـ 11 فصل هي هاي الاتفاقية، من هذه ال 11 فصل ممكن ترجم او تطلع 11 اتفاقيه او 15 اتفاقيه، يعني فقط الجانب الاقتصادي والطاقه، فصل الطاقه والاقتصادي ممكن 14 فقره مهمه جدا في الجوانب الماليه في الجوانب الثقافيه والتعليميه، يعني الاتفاقيه شامله. قلت لك الحكومه الحريصه تستثمرها الاستثمار الامثل، والسيد السوداني راح باتجاه الاستثمار الأمثل لهذه الاتفاقية. شو راح أطبقها بالعراق؟ طالما الرافعة السياسية للحكومة كلها موافقة على استثمار. ليش دبيت حسرة قبل لا تجاوب؟ الوضع بالعراق طبعا الراد لحسرات، يعني هو انبنى على حسراتنا، يعني هذا الوضع بالعراق ما اجى بسهولة. يعني الاستثمار الأمثل يخدم الجميع، يخدم العراق ويخدم الولايات المتحدة، المساحات المشتركة جاي تكبر في ظل الأوضاع الحالية، بالعكس جاي تتسع هاي المساحات ويفترض استثمارها بشكل مناسب وبشكل جيد. سيد سبحان ملا تشاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية ضيف عزيز، شكرا جزيلا لتواجدك ويانا بحلقة. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك. أهلاً. سيد كاتو سعد الله باحث بالشأن السياسي، شكرا جزيلا لك أيضا، شكرا جزيلا مرة ثانية. أهلا وسهلا. شكرا لكم مشاهدينا الأكارم، نلتقي بحلقات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.